السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معانا في الفيديو بتاعنا في مطبخ ريمي النهاردة ايه يا حبايبي؟ معانا الصوص البشاميل، الوايت صوص، الصوص الابيض. كل دي اسامي بتطلق على صوص البشاميل هنعمله النهاردة، بكل المشاكل اللي بتواجهك في صوص البشاميل اللي هنحلوها سوا. اي سؤال في البشاميل موجود في الفيديو جاوب عليه. إيه هعمل معاكم الصوص البشاميل التقليدي، هعمل معاكم صوص البشاميل الدايت. إيه هتعرفوا ايه الفرق بين الاثنين في قلب الفيديو. اي سؤال، كلكعه البشاميل، تقل البشاميل، خفيه البشاميل، كل دي الاجابات كلها في الفيديو. تعالوا اوريكم الصوص مع بعض قبل ما ابتدي الفيديو. ده صوص البشاميل التقليدي، بصوا شوفوا قوامه، القوام جميل جدا، وهنتحكم في قوام اللي هتتحكموا ازاي في القوام بتاعه. وده صوص البشاميل الدايت برضو جميل وقوامه مثالي، وبرضو اي اللي هتتحكموا ازاي في القوام. اتمنى تتابعوني، عايزين تعرفوا كل اسرار البشاميل تابعوني في الفيديو هتعرفوا كل اسرار. هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ في عمايل البشاميل بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ في البشاميل التقليدي، بس تعالوا نتفق سوا على قاعدة كده معينة في البشاميل. عشان ايه نبقى متفقين؟ البشاميل يا حبايبي يتعمل بلبن خالص، يتعمل بلبن وشوربه، يتعمل بلبن وميه. اللبن شريك في اي حاجه تانية، يعني هتعملي شوربه حطي لازم اللبن برده، هتعملي ميه حطي لبن برده، عايزه بلبن خالص اوكي تمام. دي حاجه متفقين عليها. البشاميل بتاعك بتحطي له ميه لبن، تحطي له شوربه او ميه، بس اللبن اساس تمام. تاني حاجه عايزين نتفق عليها، البشاميل ممكن يتعمل بزبده او بسمنه، لكن زيت لا. خلينا برضو متفقين على النقطه دي، يا زبده يا سمنه، لكن زيت لا. ده البشاميل الاصلي. هنبتدي نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونشوفه هنعمله ايه مع بعض. اول حاجه اولع بس البوتاجاز عندي. اول حاجه معانا هنا معلقتين كبار دقيق، معايا كوبايه لبن، كوبايه ميه، يعني معلقتين الدقيق الكبار بياخدوا كوبايتين لبن، كوبايتين سوائل، ميه ولبن، ميه وشوربه، اتنين لبن، اتفقنا خلاص. يعني معايا ملح ومعايا فلفل ومعايا معلقتين كبار سمنه، اتفقنا. ممكن معلقتين كبار زبده تمام، انا بحبه بالسمنه. معلقتين كبار سمنه، اتفقنا سوا تمام. هسيح سمنتي كويس. احنا في ده البشاميل التقليدي خالص تمام. هقول لكم فيه كل المشاكل اللي بتواجهك في عمايل البشاميل. مش هتنفع تطلع من الفيديو الا وان شاء الله كل مشاكل البشاميل محلوله معاكي. هقول لكم لو كلكع تعملي ايه، لو خفيف تعملي ايه، لو تقيل تعملي ايه. اي مشكله بتواجهك في البشاميل هحلوها مع بعض ان شاء الله في الفيديو ده. طيب انا عندي السمنه معلقتين كبار، هستنى بس يسخنوا كويس معايا. البشاميل سهل جدا بالفكره، مش مفهوش حاجه صعبه، بس انا بشوف اسئله كتير تقول مني مش عارفه اتصرف، خفيف مني مش عارفه اتصرف، كلكع مني. كل الحاجات دي هنحلوها مع بعض. دلوقتي هنزل بمعلقتين الدقيق. انا الدقيق مش عايزه لونه يتغير يا حبايبي خالص، انا الدقيق بطلع الرطوبه اللي فيه وخلي ريحته جميله تظهر. شايفين انا هسيب المعلقه واعمل بالمضرب، مش عايزين لونه يتغير خالص خالص خالص، بس الدقيق الرطوبة اللي في الدقيق تطلع واللون يتم زي ما هو. بصوا يا حبيبي انا مش عايزه لونه يتغير نهائي كده. ريحة الدقيق بانت وبان ان هو ريحته جميلة ومش مفهوش اي رطوبة. هبتدي انزل بالسوائل بتاعتي، معايا كوباية اللبن وبعض الضغط. ده
شويه الميه، ملح وفلفل. انا بحب الفلفل الاسمر على البشاميل قوي. في اللي يقول لك لا استعملي فلفل ابيض عشان ما يبقاش فيه قطع او نقط سمراء في البشاميل ويبقى لونه ابيض، لا ده هي ديت النقط اللي انا بحبها في البشاميل صراحه، ان هو يبقى فيه نقط السمراء دي. طبعا دي رجعت. هنسيب نقلب، انا هقلب كويس قوي، وطبعا المضرب ساعات ما بيجيبليش الحروف فبحاول اجيبها بالايه بالمعلمه. طيب كده البشاميل في اي مشكله، انا مهديه النار شويه معايا مش عاليه قوي وادرق البشاميل. طيب اول حاجه انا عايزه بشاميل خفيف لوصفه معينه، اللازانيا مثلا بتحب بشاميل خفيف شويه، وصفات كتير بتحب بشاميل خفيف مش تقيل بالفكره. فاتين اضرب كده واعلي النار حبه بقى، خلاص مش مكلكع. اول ما حسيت ان كله داب مع بعض ومفيش حاجه كلكعت اعلي اسوي البشاميل بتاعي. طيب كده بشاميل، بصوا يا حبايبي كده البشاميل بتاعي شايفينه قوامه. ثواني، ده البشاميل الخفيف شايفين، ده بشاميل خفيف يا حبايبي اهو. وقف سوا لغايه كده، وخدوا بالكم هيبرد شويه هيتقل اكتر كمان، يعني هو ده القوام اللي وقف عليه سوا البشاميل. تمام، ده لو انا عايزه بشاميل خفيف. طيب لا انا عايزاه تقيل هعمل ايه؟ هرجعه للنار تاني وتم قطره، مفيش دقيقه كمان تقل معايا البشاميل، دقيقه كمان مش اكتر من كده. بصوا مع التقليب المستمر في المضرب ما كلكعش خالص خالص، طريقته سهله جدا، طعمه تحفه. بصوا خلاص كده البشاميل التقيل، ثواني بصوا تقل، شايفينه تقل، اتقل من كده ما يبقاش ظريف. كده البشاميل التقيل اهو ده، ولما يتساب شويه كمان هيتقل اكتر. تمام، طيب يبقى احنا قلنا خفيف، بنوقف بدري شويه شوفوا مش مكلكع خالص خالص خالص، بنوقف بدري شويه واسيبه بيبقى خفيف شويه وكمان بيتقل بيدي قوام سنه كمان. طيب انا عايزاه ايه، بسيبه اكتر دقيقه اكتر واستوى البشاميل وبقى تقيل. طيب لا ده انا وانا بسويه كده على النار الطلق تقل مني يا خبر ابيض، لا ده انا عايزاه خفيف ازاي اتصرف؟ ده تقل سهل جدا جدا جدا. تتصرفي ازاي؟ هجيب ربع كوبايه لبن، تقل مني خالص اهو يا خبر، انا مش عايزاه تقيل كده. ربع كوبايه لبن اضيفها واقلب وانا طافيه النار، ممكن وانا قايده النار بس ثانيه واحده عشان ما يتقلش تاني. خفيت البشاميل بتاعي ورجع خفيف زي ما انا عايزه، هقلب كويس اخلطه كويس قوي، البشاميل رجع خفيف تاني يا جماعه. خلاص ايه المشكله؟ تقيل اقدر ازود له شويه لبن شويه شوربه شويه ميه يرجع خفيف معايا في ثواني، لا خفيف اخليه على النار ثانيتين كمان دقيقه يتقل معايا في ثواني، يعني خفيف اقدر اعمله، تقيل اقدر اعمله، تقل مني اقدر اعالجه. طيب ايه المشكله الثانيه اللي ممكن تقابلك في البشاميل؟ ان هو يكلكع، ان انت تلاقيه مليان كلكيع، دي مشكله بقى. بصي بيصوتوا لحقوا البشاميل اللي كلكع كده باظ، طب اعمل ايه؟ بصي اول حاجه ممكن تاخديه تسيبيه يبرد شويه، تاخديه على الخلاط او كبه ضربتين. طيب لا مش في طريقه تانية خالص هنوريها لكم، احنا النهارده مع بعض ليه؟ علشان نشوفوا كل مشاكل البشاميل. كل مشاكل البشاميل هنشوفوها النهارده. تقل كلكع منك، هجيب مصفى طبق بوله ابتدي افضي البشاميل بتاعي
كمية بالراحة. طبعا هو مش مكلكع معايا، انا بوريكم وابتدي اصفيه. طبعا اللي تحت ده ايه؟ الفلفل الاسمر. بصوا هو مش مكلكع، انا حبيت اوريكم. تمام، اجيب معلقة نظيفة. بصوا في ثواني لو في اي كلكعة تنزلي بالمصفى خلاص. في الكبة تضربي في الكبة. تمام، البشاميل في ثواني، في ثواني خلاص اتخلصت من التكتلات والكلاكع وكل حاجة، وحليتي مشكلة البشاميل بتاعتك. طلع تقيل في الخفو، طلع خفيف بنتقلوه، وقلنا ازاي. طيب تمام كده، البشاميل فيه اي مشكلة؟ البشاميل طبعا بيطلق عليه الصوص الابيض، بيطلق عليه الوايت صوص، صوص البشاميل، كلها اسامي البشاميل برضو لازم يبقوا عارفينها كمعلومات. هنعمل ايه دلوقتي مع بعض؟ هنعمله البشاميل الدايت. ايه البشاميل الدايت ده؟ البشاميل من غير دهون. هنعمله مع بعض ونشوفوه كمان، عشان يبقى كل حاجة عن البشاميل عرفناها. ده البشاميل الاساسي، ده البشاميل التقليدي. هنعمل مع بعض البشاميل الدايت، تابعوني. بصوا يا حبيبي، دلوقتي هعمل معاكم البشاميل الدايت مفهوش دهون. ايه مقاديره معايا؟ معلقتين كبار دقيق، هحطهم من غير اي دهون خالص. انا عندي الطاسه بتاعتي ما فيهاش، الكسروله بتاعتي ما فيهاش اي دهون خالص. تمام، معايا كوبايه لبن خالي الدسم. يعني ايه خالي الدسم؟ يعني مغلي ومتشال وشه، وممكن يتغلي كمان مره ويشال وشه كده خالي الدسم. تمام، معايا كوبايه ميه، واتفقنا طبعا مع بعض ميه لبن بس كده هيبقى خفيف كمان. يعني انا بحب ازود ميه للبشاميل، بحسها خفيفه على المعده، سواء بقى دايت او مش دايت، بحس ان كوبايه الميه بتظبط لي الدنيا شويه. ومعايا ملح وفلفل. تمام كده. طيب هتقولوا ايه ده؟ دي زبده، دي حسب الرغبه. يعني عايزه بشاميل دايت من غير اي دهون كده بس، وده مش عايزينه خالص، عايزين نظبط النكهه شويه، قطعه زبده صغيره عليه. تمام، ودي راجعه لك. هعمل ايه؟ انا مش قايده النار خالص خالص، انا كل ده على البارد، وهبتدي اضرب الدقيق باللبن وملح وفلفل، وادوب كويس قوي عشان ما يحصلش اي تكتلات. بصوا لازم، بصوا شوفوا تكتل اهو، شايفينه؟ لازم اخلي بالي، والحاجات دي ساعة المضرب ما بيجيبهاش. معايا معلقة، واجيب فيها الحتت المركونة. اضرب كويس واتأكد ان مفيش اي تكتلات. اتاكد ان الدقيق بتاعي داب حلو قوي. واقلب على برضه، لازم اتاكد قبل ما اشغل النار ان مفيش اي تكتلات في البشاميل. كده ده بشاميل خفيف قوي، ده الدايت بقى. يعني المكرونه بالبشاميل تقدري تاكليها لو عامله دايت، وعندك مثلا يوم في اليوم مش عايزه تبوظيه ونفسك فيها، تعمليها بالطريقه دي، خفيفه جدا. وتبتدي النار اهو، وابتدي اقلب على طول كده. البشاميل الدايت بتاعي خلص، طريقته سهله قوي، طعمه بصراحه ما يفرقش عن التقليدي كتير، بس ده من غير دهون خالص. نقلب كده لغايه ما ياخد القوام اللي انا عايزاه وارجع لكم. بصوا يا حبيبي كده، انا تنيت اضرب فيه. بصوا مفيش كلكعه خالص، القوام مثالي جدا، انا بحب البشاميل بالقوام ده، مفيش اي كلاكع نهائي. دلوقتي وقت نزول بالزبده. طبعا التكه دي اختيار، نص معلقه زبده صغيره
انا شايفاها هتدي نكهه وطعم حلو للبشاميل. مش عايزاه وعايزاه من غير دهون خالص وهطفي. يبقى خلاص كده ممتاز. تمام البشاميل بتاعي بدوب في الزبده لان انا طفيت. ده القوام عارفين عايزين نخففوه هنعمله ايه. هنزود شويه لبن. عايزين نتقيل نحطه على النار شويه. هدوب الزبده. دي كان البشاميل بتاعي. اتمنى اكون حليت كل مشاكل البشاميل. اتمنى اكون اثرت افادكم في الفيديو ده. هروح اقدم لكم بشاميل ونشوفه مع بعض. وده يا حبايبي كان صوص البشاميل بتاعنا بكل الاسرار بكل المشاكل مع بعض حليناها سوا واتكلمنا عن كل مشاكله. ده كان صوص البشاميل التقليدي بتاعنا. وده كان صوص البشاميل الدايت بدهون خفيفه ولبن خالي الدسم. ولو في اي مشكله او اي سؤال انا ما جاوبتش عنه في الفيديو اتمنى تكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله هرد على كل اسئلتكم. واتمنى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.